سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبوح قدوس رب الملائكة والروح لك الحمد يا ربنا على كل حال اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد يا ربنا كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا يملأ ما بين السماء والأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم ليل وأشرق نهار وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به أعلى جنانك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا واجعل الفردوس الأعلى يا ربنا هي نزلنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم حرر مسرى رسولك الأمين اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم واكتب لنا فيه صلاة الفاتحين قبل الممات يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين اللهم عليك بالطغاة والظالمين اللهم أحصهم عددا اقتلهم بددا لا تغادر منهم
أحدا. اللهم اكف الإسلام والمسلمين من شرورهم يا رب العالمين. ألطف بأهلنا المستضعفين يا ربنا في كل مكان. اللهم إنا نسألك اللطف بإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وانشر أمنهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضى. اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم واجمع كلمة ولاة أمور المسلمين على الحق وعلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. ومن أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك جنودنا على الحدود. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وأعدهم إلى أوطانهم وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك يا كريم. إلهنا انتصف شهرنا ومن نفسه لم ينتصف بعضنا. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان. اللهم اجعلنا فيما مضى من ليالي هذا الشهر الكريم من المقبولين. اجعلنا ممن صاموا لك حق الصيام وقاموا لك حق القيام وذكروك وشكروك كثيرا. اللهم ووفقنا لصيام وقيام ما تبقى من ليالي هذا الشهر الكريم. انصرنا على أنفسنا، انصرنا على أهوائنا، انصرنا على رغباتنا، انصرنا على تسويفنا، انصرنا على شهواتنا، وألحقنا يا ربنا بركب العتقى، بركب الخلصاء، بركب الأنقياء يا رب العالمين. إلهنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وراحمنا يا أمان الخائفين، يا أنيس الذاكرين، يا سلوة الطائعين، يا ملاذ الهاربين، يا من هو عند قلوب الضعفاء والمنكسرين، يا من لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا. إلهنا
الكريم صلى الله عليه وسلم أنك سبحانك وبحمدك حي كريم تستحي من عبادك إذا هم رفعوا إليك أيديهم أن تردهم خائبين إلهنا وقفنا ببابك وقفنا ببابك اجتمعنا في هذا المكان المبارك إلهنا اجتمعنا ندعوك ونرجوك ونطلب ما عندك لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك إلهنا يا مطلعا على الضمائر يا من لا تخفى عليه السرائر إلهنا أنت خلقت نفوسنا وأنت تعلم ضعفها أنت تعلم حاجتها نستودعك اللهم ما وقر في نفوسنا ولم نستطع أن نرفعه إليك نستودعك اللهم أشياء وأمورا خالجت صدورنا ولم نستطع رفعها إليك إلهنا ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا أعطنا ما في خواطرنا وما في نفوسنا في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين إلهنا إلهنا اجعلنا عندك من المقبولين اجعلنا عندك من المقبولين اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أحسن إلينا ومن أسأنا إليه والحاضرين والسامعين يا رب العالمين اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن قام على صيانته وعمارته وأدى فيه فرائضك يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهنا ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا أعطنا ما في خواطرنا وما في نفوسنا في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين إلهنا إلهنا